السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير، وأتمنى أن تكونوا قد راجعتم جميع الحروف التي درسناها بحركاتها الطويلة والقصيرة. اليوم مع حرف جديد وصوت جديد، الصوت أ، حرف الهمزة، فهيا لنتعرف عليه. أول شيء نبدأ به الكلمات البصرية. إذا نقرأ، لدينا فبراير، هو، هي، هما، هن، هم، جماد الثانية، هاتان، هؤلاء. إذا كرروا أبنائي إعادة هذه الكلمات، فأنا اخترت لكم هنا في هذه الحصة سوى الكلمات المتعلقة بالوحدة الرابعة. فبراير، هو، هي، هما، هن، هم، جماد الثانية، هاتان، هؤلاء. إذن والآن مع وضعية الانطلاق، لدينا أسد، فأر، مائدة، أخطبوط، أرنب، بئر، فأس. إذن ما الصوت المشترك بين هذه الكلمات؟ جيد، إنه الصوت أ، الصوت أ. إذن ننشد نشيد الهمزة. أنا الهمزة، أنا الهمزة، فوق الحروف متربعة، أمير وفؤاد ووائل، وضياء والجميع أربعة. أنا الهمزة، أنا الهمزة، فوق الحروف متربعة، أمير وفؤاد ووائل، وضياء والجميع أربعة. أعيد أبنائي نشيد الهمزة، إنه نشيد جميل. إذن لدينا أنا الهمزة، الهمزة، فوق الحروف متربعة، أمير وفؤاد ووائل، وضياء. إذن والآن مع أول عملية من عمليات الوعي الصوتي، ننطق المقطع الأول. استمعوا للكلمة وانطقوا المقطع الأول من كل كلمة. لدينا أسد، أسد، إذن المقطع أ. أستاذ، أو. إنسان، إي. أم، أو. أب، أ. إزار، إي. والآن نمر إلى التفييق، ومع إذا كانت الكلمة تتضمن الصوت أ نرفع الإبهام إلى الأعلى، وإذا لم تكن تتضمنه ننزله إلى الأعلى إلى الأسفل. إذا لدينا الكلمة الأولى سماء، نعم. لدينا أيضا قلب، لا. لدينا ذئب، نعم. لدينا هناء، لا. ذهب، لا. والآن نرفع اليد اليمنى إذا كانت الكلمة تتضمن كانت في أول الكلمة، واليسرى إذا كان في آخر الكلمة، ونضع اليدين على بعضهما إذا كان في وسط الكلمة، إذا كان الصوت أ في وسط الكلمة. إذا نبدأ مع أول كلمة. إنسان، نعم، في أول الكلمة. دعاء، في آخر الكلمة. مؤمن، في وسط الكلمة. أراد، في أول الكلمة. ثم ماء، في آخر الكلمة. فائدة، في وسط الكلمة. والآن نقوم بالدمج. لدينا المقطع إي، المقطع نا، المقطع أن. إذن الكلمة هي، نعم، قوموا بدمجها. إناء، أن. إذن نمر إلى الكلمة الثانية، المقطع ما، المقطع إي، المقطع دا، ثم ثن. ما، إي، دا، تن، ندمج. ثم لدينا الكلمات، المقطع دا، المقطع في، المقطع أن. إذن ندمجها، نجمع هذه المقاطع، حصلنا على كلمة دافئ. والآن نتعرف على أشكال حرف الهمزة. أقرأ وأتعرف أشكال حرف الهمزة. الحرف في أول الكلمة، لدينا أريكة، أ. إناء، إي. إذن لدينا الهمزة في أول الكلمة، تكتب تحت الألف أو فوق الألف.
لدينا الحرف في وسط الكلمة، مئذنة لدينا هنا متصلة، مائدة منفصلة وهنا في وسط الكلمة، لدينا في آخر الكلمة مرفأ، ثم سماء لدينا هنا الهمزة كتبت في آخر الكلمة ولديها أشكال مختلفة. إذا لدينا إما تكتب فوق الألف أو فوق السطر أو على السطر أو فوق ألف مقصورة أو فوق الواو، هذه هي أشكال الهمزة كما قلنا في النشيد متربعة على الحروف. إذن لدينا في أول الكلمة دائما تكتب بهذا الشكل، ثم لدينا هنا في وسط الكلمة، في آخر الكلمة على السطر، وهنا في ممكن أن تكون في وسط الكلمة أو آخر الكلمة على الواو. إذن لاحظوا الهمزة تكتب على الألف، على الياء، على السطر، على الواو، هي متربعة على الحروف ملكتهم. جيد، والآن مع التجزيء المقطعي لدينا الكلم، هنا ثلاث كلمات سنجزئها إلى مقاطع. إذا لدينا أرنب نجزئه إلى مقاطع، المقطع أر لأن لدينا سكون ثم ن ثم بن، المقطع المتضمن له أ. لدينا إناء، المقطع الأول إي ثم نا ثم أن، إذن لدينا ثلاث مقاطع، المقطع إي. لدينا أذن نجزئها، لدينا المقطع أو، المقطع ذو، المقطع نن ثم المقطع أو. إذن حصلنا على المقطع أ إي أو. الآن نقرأ حرف الهمزة مع الحركات القصيرة. إذن لدينا أ أو إي إي أ أو أ إي أو أ أو إي أ. نكرر أبنائي قراءة المقطع أو حرف الهمزة مع الحركات القصيرة، والآن نلعب هذه اللعبة. إذن همزة فتحة أ، همزة ضمة أو، همزة كسرة إي أ أو إي. والآن نقرأ كلمات تتضمن حرف الهمزة. لدينا حذاء، توأم، مؤمن، هادئ، إيزار، أمد، أحب، مائدة. نقرأ الجمل: أمي وأبي في الدار، أرسم أرنبا، زأر الأسد في الغابة، زأر الأسد في الغابة. حاولوا أبنائي قراءة هذه الكلمات بسرعة، والآن نأخذ كراس، خذوا كراستكم وأنجزوا التمرين رقم 3. إذا لدينا أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. لدينا المثال أذن، إذا نجزئها أذن. إذا لدينا ثلاث كلمات، أعلم أنكم باستطاعتكم إنجازها بدون مساعدة أحد، لأن هنا لدينا حركات قصيرة ومقاطع بدون سكون أو شيء صعب. إذا إمام، أسد، دافئ، قوموا بتجزيئها وكتابة ذلك على كراستكم. شكرا لحسن استماعكم، وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحصة وتعرفتم بشكل جيد.